بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل خطوات تصميم الريتينينج وول، ودي الخطوة الثانية في التصميم، لكن احنا قلنا الريتينينج وول عموما بيتعرض لثلاث خطوات. أول حاجة فرض أبعاد، ثاني حاجة ان احنا ندرس الثبات، ثالث حاجة التصميم. احنا في التصميم خدنا في الخطوة السابقة ازاي نصمم الستيم. النهاردة هنبتدي ناخد تصميم حاجتين، اللي هي التوي والهيل. طيب التوي والهيل لازم ابتدي ارجع للتشيك بتاع البيرنج بس اللي احنا عملناه، صح؟ عندنا الاستريسز هنا بالشكل ده، في قوه كده وقوه كده، يعني الاستريسز كان بالشكل ده، ممكن يبقى كده على فكره وممكن يكون كده، ما احنا اتفقنا ان ممكن دي ودي على حسب الحاله اللي عندنا، صح؟ طيب الاحمال دي طالعه لفوق، دي طالعه لايه اللي فوق، اللي هو السويل بريشر ده، وزن شبه المنحرف ده. لكن في عندي تحت، من فوق لتحت مين؟ في وزن السويل اللي هنا، وفي وزن مين؟ شويه الخرسانة اللي هنا. دول لازم اخد القوة اللي هنا والقوة اللي هنا واطرحهم من بعض عشان اجيب مين؟ المومنت بتاعتي. يعني شفت هنا جاب كيو تي وكيو واحد وكيو دي، دي عشان اجيب الشير، وده الوزن اللي عندي، وابتدي اطلع المومنت بتاعي بس 1.6 في اللي فوق و9 من عشرة في مين؟ في اسف 1.6 من عشرة في اللي تحت ناقص 9 من عشرة في مين؟ في اللي فوق، عشان ده بيساعد على الثبات فبنضربه في 9 من عشرة. خلاص يبقى انا اطلع المومنت في الشكل ده. المومنت هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده عشان هي كانتليفر. والشير نفس الكلام بس انا اخده على بعد مين؟ دي، ده قيمه الشير اللي عندي. يبقى طلعت الام التيميت وطلعت مين؟ الكيو يو، واصممهم زي ما اتعلمنا في المره السابقه. طيب نيجي بالنسبه لمين؟ للهيل. الهيل الفكره واحده، عندي احمال هنا وزن التربه، وعندي هنا مين؟ اللي هي الكيو بتاعتي، وعندي هنا مين؟ وزن الخرسانه. ده كله نازل لفوق من فين؟ من فوق لتحت. لكن جاي لي هنا مين؟ خلي بالك جاي لي هنا البريشر بتاع السويل، ممكن يجي كده وممكن يجي لي كده، ما احنا اتفقنا ايا كان شكله. فمفروض ان انا ده ناقص ده يديني مين؟ المومنت على مين؟ على الهيل في الحته دي. ممكن في ناس كانت بتهمل الحته بتاعت السويل بريشر، لكن احنا هناخده اكزاكت. يبقى عندي فعلا في فرصه هيت، وفي فرصه عندي هنا، اطلع المومنت بتاعي 1.4 من عشرة في الكيو بتاعتي اللي فوق ديت، في اتش سكوير على 2، 1.6 من عشرة في الكيو اتش سكوير اللي هي بتاعت مين؟ دي بتاعت شويه الاحمال اللي فوق هنا، ودي مين؟ او الستريت شارج اللي فوق، الوزن اللي هيتحط فوق 1.6 من عشرة، ده اللي هو اللايف لود. وناقص بقى 1.6 من عشرة في مين؟ ده في مين؟ في اتش، في اتش على مين؟ على 3، عشان انت عندك القيمه بتاعتك، القيمه هنا بتاخد مين؟ ده ممكن تعمل ايه؟ تقسمه كده، تخليه مستطيل وايه؟ ومثلث. ممكن ده برضك تضربه في 9 من 10 عشان بيقاوم مين؟ او بيساعد على الثبات. يعني ممكن ده تضربه في كام؟ في 9 من 10. يبقى جبت الكي ام التيميت والكيو يو، يبقى برضك اشيك على الدبس من المومنت واطلع له حديد. طب الحديد هيبقى فين؟ نفس الفكره، ده كانتليفر. يعني كانتليفر يعني ايه؟ يعني المومنت عامل كده، يبقى الحديد هيبقى فين؟ موجود علوي هنا اهو، حديد علوي، واطمن على الشير بتاعي، الدبس بتاعي سيف. يبقى انت كده صممت الثلاث اجزاء بتوع الريتينينج وول. ناقص ايه؟ ان انا احط الحديد بتاعي. هنحطه ازاي؟ ده اللي هنشوفه في الجزء القادم ان شاء الله. شكرا.